بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل مع طلاب أكاديمية الميقات الإسلامية، طلاب الصف السادس ألف في مادة الحاسوب. وصلنا شباب صفحة 82، إذا سمحتوا افتح كتابك صفحة 82، إذا سمحتوا صفحة 82 اللي هو أنواع المخططات. أول شيء إحنا شغلين يا شباب على برنامج يدعى برنامج الجداول الإلكترونية إكسل. خطوات تشغيله، تمام، ركز معي على الشاشة. طيب شباب، عندنا الدرس الثاني على السيرش، نفتح السيرش، بنحول اللغة، نكتب إكسل. الدرس الأول إبراهيم إكسل، تمام أيوه، إكسل 2007 و2013، نضغط على إكسل 2007 فيتم تشغيل البرنامج، أوكي. اليوم بدنا ناخذ عن أنواع المخططات. حكينا الحصة الماضية عن أنواع المخططات وهي الشارت اللي هي تابعة لقائمة إنسرت، تمام. قائمة إنسرت المخططات اللي هي الشارت. عندنا هنا في تقريبا 7 أشكال للمخططات. في عندنا الكولوم اللي هو عمودي، اللاين اللي هو خطي، الباي دائري، البار شريطي، الاريا مساحي، سكتر اللي هو مبعثر، وايضا يوجد اذر شارت اللي هي مخططات اخرى. طيب كيف يا استاذ بدنا ننشئ مخطط؟ اول شيء بدنا مثلا نكتب مثلا اسماء الطلاب. ركزوا معي، مثلا اسم الطالب، اسم الطالب. استاذ ناس سعاد بعتت رابط. السؤال لك، ناس سعاد بعتت رابط. هاي الصفه مليانه بس طلع ايرور. عربي دين هسه اسم الطالب مثلا. استاذ تفضل. استاذ انا يزيد، بس مستر العربي مستر الانجليزي بعتت رابط. لا لا، حصتنا حاسوب، ما تروح على الانجليزي، خليك في الحاسوب. تمام محمد سعيد، اوكي تمام. كان بعض الحالات خالد صار فيها شو خلاص بالسعاد. طيب خالد في العربي الماضي في الدين 90، حالات النسيه اللي اغلبها محمود بعض الحشرات هنا 60، في الدين 55. أول شيء بدي أعمل مخطط أو أنشئ مخطط. أول شيء بحدد النطاق المطلوب عمل مخطط له، هي حددناه ظللناه، تمام. بعد ما نظلله بنروح على إنسرت إدراج، إنسرت إدراج بنختار منها مخطط. هي مخطط كولوم، مثلا مخطط عمودي، نختار شكل بدنا إياه، مثلا هذا هو الشكل. اوكي شوف كيف الشكل ظهر لنا، هي محمود، هي خالد، هي احمد، وهي علاماتهم باللغه بالدين وبالعربي. اوكي في سؤال لحد هون؟ اول الدرس بتوقف اعيد لكم اياه، هي بنحذفه هذا، تمام. اول شيء نحدد المدى شباب، بعدين بنروح على قائمه انسرت ادراج، بنروح على مثلا اي مخطط لاين مثلا، تمام، نختار مثلا هذا المخطط فيظهر لنا المخطط اللي هو بالدين وبالعربي، شايفينه؟ نحذفه كمان مرة، بنظلل المخطط أو منحدد المدى، بنروح على إنسرت إدراج، بنروح على سكتشر اللي هو مبعثر، بنختار هذا الشكل، هيظهر لنا مخطط مبعثر، تمام. في سؤال لحد هون؟ في سؤال شباب؟ أستاذ أنا كيف جبتها؟ كيف عملتها؟ هاي كيف جبتها؟ هاي بتحذفها؟ ها؟ أنا كتبت على اسم الطالب أحمد وخالد ومحمود وبالعربي وبالدين علاماتهم، بنظلل النص أو بنحدد المدى، بنروح على قائمة إنسرت إدراج، إنسرت إدراج بنختار أي شكل مخطط بدنا إياه، مثلا بار أو إيري أو باي مثلا، هذا هو الشكل اللي نختاره، تمام. هي الشكل ظهر لنا أحمد وخالد ومحمود. أستاذ بس عيدها آخر مرة. أوكي حددنا المدى، تمام، حددنا المدى تبع العلامات اللي بدنا اياها تطلع على المخطط، بنروح على انسرت ادراج، بنختار الشكل اللي بدنا اياه من هنا من شارت مخططات، مثلا اريا
تمام، نختار الشكل هذا مثلا او هذا الشكل، نضغط عليه يظهر لنا المخطط خاص في الجدول الموجود عندنا في علامات الدين والعربي واسم الطالب. طب استاذ انت من اول ما تكبس عن انسرت بظهر هذول لحالهم ما بنكبس كبسه ثانيه؟ لا لا ما بنكبس ولا شيء، نضغط على انسرت من نوع مجموعه مخططات شارت، هيها حدد لك اياها في الحالات او فيها حسب سبب. دقيقه بس، النقاط مهمه جدا للشخص، في النقاط الشخصيه هي منها بشكل عام احدد لك اياها. تمام ركز معي، هاي مخططات شارت، هيها نختار اي مخطط موجود امامنا، نختار اي مخطط موجود امامنا. تمام في سؤال لحد هون؟ استاذ اي صفحه 82؟ صفحه 82 ولا 88؟ 88 82. يجب انه احنا نتجنب في اماكن، تمام؟ لا استاذ 82 وهي طبقنا على عده اشكال، على الكولوم العمودي واللاين الخطي والسكتش المبعثر والاريا المساحي. تمام الاريا اللي هو مساحي. في سؤال لحد هون عن المخططات؟ أستاذ لما تحط مخطط كيف يعني كيف ممكن نقرأه؟ يعني كيف مش عارف بيطلع مش مفهوم؟ أنا مش أنا حددت المدى أو ظللت هذا الجدول اللي أنا حطيت علامات فيه، تمام بشكل عشوائي. ماشي تمام، فأنا بدي حسب القيم اللي هون، حسب القيم اللي هون بعمل مخطط، حسب القيم اللي هون بختار أي مخطط بدي إياه. كولوم مثلا بتظهر لي عدة أشكال، بختار الشكل اللي أنا بدي إياه، يظهر شايفين كيف؟ هذا هو المخطط، شايفينه؟ أحمد بالعربي وبالدين، خالد بالعربي وبالدين، محمود بالعربي وبالدين. تمام؟ في سؤال لحد هون؟ في سؤال؟ في سؤال يا يا سادس؟ في سؤال شباب؟ كيف بتعمل علامات الطلاب من الأشكال المخططات؟ مثلاً بظلل هذا بحذفه، بدي أكتب مثلاً رياضيات. هاي رياضيات هاي رياضيات مثلاً جايبين 55 بالتالي 75 مفيده بدل ما راح تكون ضاره 95 اوكي سوري استاذ 57 عادي 95 اوكي. بعدين بنظل المدى المراد عمل مخطط له، هي ظللنا بنروح على انسرت ادراج، نختار مثلا لاين. تمام نختار اي شكل بدنا اياه من هنا او هذا الشكل، شايفين؟ هي ظهر لنا اللي هو بالاسم الطالب وعربي ودين ورياضيات، تمام؟ وعلاماتهم استاذ تدريجهم مين اكثر علامات؟ ايش هو؟ كيف نحذف استاذ؟ بعد ما ظللناه هي ظللناه ونختار المخطط اللي بدنا اياه، كولوم مثلا هذا المخطط، كيف بنظلله؟ بنضغط عليه بالمؤشر وبنضغط على زر ديليت حذف، ديليت حذف. ها اضغط على ديليت عشان يروح. استاذ هذا كيف بنظلله؟ بس احكي لنا لاني نسيت. كيف ايش؟ هذا بنظلله اللي فوق فوق. بنظلله بنضغط بزر الفأرة الايسر على طرفه، ها على طرفه، ومع الاستمرار بالنقر والسحب الى نهايته ثم الافلات، هيك يتم تظليله. تمام؟ في سؤال لحد هون يا سادس اذا سمحتوا؟ في سؤال؟ في سؤال؟ شباب في سؤال اذا سمحتوا؟ بالاضافه الى حدوث حساسيه ولكن لا شباب في سؤال يا سادس؟ تفضل. لا لا مجموعة أدوات نص تكست، مجموعة أدوات نص تكست. طيب من أهم أوامر هذه المجموعة مجموعة تكست. وين مجموعة تكست؟ هيا في قائمة إنسرت إدراج مجموعة تكست، هيها مجموعة تكست نص، شايفينها؟ هذه أحط لكم عليها باللون الأحمر، هيها مجموعة أدوات تكست، هيها شايفينها؟ هذه هي مجموعة أدوات تكست نص، شايفينها شباب؟
مجموعة أدوات تكست نص تحتوي على 6 أوامر. راح نتعرف على 6 أوامر بالترتيب. مجموعة أدوات نص تحتوي على 6 أوامر. طب هاي 6 أوامر شو وظيفة كل أمر منها؟ راح نتعرف على كل أمر على حذاء. تمام؟ أول شيء أمر مربع. مربع نص تكست بوكس. تفضل يا إبراهيم اقرأ لي إياه صفحة 92. يلا إبراهيم. بنقول هاي الأمراض كلها بتكون موجودة داخله. يلا إبراهيم إذا سمحت. أمر مربع نص تكست بوكس. طب أستاذ. في وراء كيف تنقل البيان أو الشكل؟ كيف نتحكم في حجم المخطط ونقل المخطط؟ هايو هاي مثل هاي أنا ظللت المخطط تمام؟ هاي حجم المخطط بحط المؤشر على أحد أطراف المخطط بتحول إلى سهمين متعاكسين ونضغط بزر الفأرة الأيسر فيتحول إلى إشارة زائد مع الاستمرار بالنقر والسحب للتكبير وأيضا نقر والسحب للتصغير تمام. اما هذا المؤشر اما لنقل المخطط نضغط بزر الفأرة الايسر على اي مكان في المخطط مع الاستمرار بالنقر ويتحول لشكل المؤشر الى ايش الى اسهم متعاكسه. شوف كيف هاي بدي احطه هنا هاي نقلته هون. اذا بدنا نتعرف كيفيه نقل المخطط وكيفيه تكبير وتصغير. كيف نقلته تمام تكبير وتصغير. كيف نقلته كيف نضع المؤشر على أحد أطراف المخطط فيتحول إلى سهمين متعاكسين نضغط بزر الفأرة الأيسر فيتحول إلى إشارة زائد مع الاستمرار بالنقر والسحب ومن ثم الوصول الإفلات عند الوصول للحجم المطلوب. أوكي أستاذ طيب كيف نقلته بضغط على هذا بضغط على اي مكان في المخطط عندما يتحول شكل المؤشر الى 4 اسهم متعاكسه ونضغط بزر الفأرة الايسر مع الاستمرار بالنقر والسحب الى المكان المراد وضع المؤشر فيه المخطط فيه عفوا ومن ثم الافلات نضغط ونسحب الى المكان المراد وضع المخطط فيه ومن ثم الافلات مع الاستمرار بالنقر والسحب الاستمرار بالنقر والسحب. أما تكبيره وتصغيره على أحد زوايا هذا المخطط تمام؟ فيتحول شكل المؤشر إلى سهمين متعاكسين نضغط على أحد زوايا هذا المخطط فيتحول شكل المؤشر إلى سهمين متعاكسين نقوم بالنقر فيتحول شكل المؤشر إلى إشارة زائد زي ما أنتم شايفين ونقوم بالتكبير أو التصغير تمام؟ ومن ثم الإفلات شايفين كيف؟ آية سادس في سؤال لحد هون يا سادس في سؤال سادس في سؤال إذا سمحتم طيب بدي أحذف المخطط وأعمل مخطط مرة ثانية. أول شيء لعمل مخطط نقوم بتظليل المربعات المراد عمل مخطط لها هاي ظللناها عشان اللي فاتوا متأخرين هاي ظللناها بنروح على قائمة insert إدراج بنروح على أي شكل مخطط من هذول الأشكال السبعة بنختار مثلا كولوم نختار الشكل اللي بدنا إياه مثلا هذا الشكل نضغط عليه فيتحول فيظهر لنا المخطط نقوم خلال المقابض الموجودة على الزوايا فيتحول شكل المؤشر من سهمين متعاكسين إلى إشارة زائد ونقوم بالسحب والاستمرار بالنقر وعند الوصول للحجم المطلوب ثم الإفلات تمام؟ هاي من الزاوية هاي سهمين متعاكسين مضغط بزر الفأرة الأيسر مع الاستمرار بالنقر والسحب ثم الإفلات أما تغيير المكان المؤشر تغيير مكان المخطط أصلاً نقوم بالنقر على أي مكان فارغ في المخطط يتحول إلى 4 أسهم متعاكسة نقوم بالنقر بزر الفأرة الأيسر والسحب ويكون المكان المخطط ثم الإفلات شايفين كيف؟ تمام في سؤال شباب في سؤال لا في سؤال إذا سمحتم طيب ممتازين خلينا نكمل شايفين الأشكال اللي ظهرت لنا بتظهر لنا هنا هاي للمخطط هاي أشكال جاهزة للمخطط شايفين كيف طيب خلينا نشوف
مجموعة أدوات النص تكست. شايفينها هاي التكست أنا حاط عليها خط أحمر، هي مجموعة أدوات نص تكست، وهي تستخدم من خلال هذه الأوامر الست الموجودة فيها، وسنتعرف على كل زر على حذا وما هي وظيفته. أنا حكيت إبراهيم بده يقرأ لنا أمر مربع نص تكست. أمر مربع نص تكست، تفضل يا إبراهيم إذا سمحت. إبراهيم يمكننا هذا الأمر من فتح مربعات نص داخل ورقة العمل. عند الضغط على هذا الأمر يتغير شكل مؤشر الفأرة، وبعد فتح مربع النص يظهر شريط أدوات تنسيق. بس إبراهيم نضغط على التكست بوكس. شباب حبايبي تفرجوا معي، هاي تكست بوكس شايفينها، نضغط عليها تحول شكل مؤشر لزي كأنه زي سهم صغير. تمام، مع الاستمرار بالنقر، هاي التكست بوكس، هاي مربع النص والسحب، ومن ثم الوصول للحد المعين ثم الافلات. تمام، هاي افلتنا. ابراهيم هاي استاذ الفيوم. تمام استاذ عادي تعيد. طيب بدي اعيد لكم اياها. اوكي ها. خلينا نشوف، نضغط على انسرت ادراج، مو على التكست بوكس، على مجموعه التكست، نضغط على التكست بوكس. لما نضغط على التكست بوكس يتحول شكل المؤشر الى سهم. لما نضغط بزر الفار الايسر مع الاستمرار بالنقر يتحول شكل المؤشر الى اشاره زائد، نقوم بالاستمرار بالنقر والسحب ومن ثم الافلات عند الوصول الى المساحه المعينه فيتحول. نقوم بادخال النص المطلوب. شايفين كيف؟ السادس الف ذكور. شايفين كيف؟ هني قاعد بكتب اللي بدي اياه. تمام؟ تمام. طب استاذ هو في خليه، يعني ليش بدنا تكست بوكس ما دام في خليه؟ احنا يمكن ما بدنا خليه، بدنا تكست بوكس اللي هي مساحه لكتابه النص. فورمال كل ما تكست بوكس او ما حجم الخط ونوع الخط. مثلا انا بدي اياها مثلا ابجد هوت هاي شايفين كيف، وحجم الخط مثلا بدي اياها ابراهيم الفيوم 3000 بكور، هيو 32 مش بول، هاي بول غامق، هاي ايتاليك مائل، هاي اندرلاين مسطر. شايفين كيف؟ هاي من خلال القائمه اللي ظهرت لنا الفورمات. تمام، في سؤال لحد هون؟ في سؤال لحد هون؟ اه شباب في سؤال لحد هون شباب اذا سمحتم؟ في سؤال؟ لا يا استاذ. خلصنا صفحة 92، الحصة القادمة بنحكي في موضوع أمر الرأس والتدين. الرأس والتدين. في سؤال شباب إذا سمحتم؟ لا يا استاذ. طيب يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، نشوفكم إن شاء الله الحصة القادمة، نكمل صفحة 93.